يلا انت تعلنت عندنا يعني عبايه مول ولا في بنت سمينة؟ لا انا بصور قناتي. مش الجمال ده يا جماعة في عباية مول ب250 ريال وبس. احلى تشكيلة عبايات واجمل تشكيلة عبايات اشوفها في حياتي في عباية مول. هنعمل جولة تحفة جدا، تعالوا شوفوا العبايات من اول الفيديو لاخر فيديو. عبايات مبهرة، عبايات جامدة، عبايات ملهاش مثيل، احلى عبايات في المملكة في الرياض يا جماعة. عباية مول بجد انا اندهشت من الخامات والاسعار والعبايات، تحفة التحف، المكان جميل والعبايات أجمل، عبايات ملكات يا جماعة، ملكات متوجة. اللي تلبس عباية من دي فعلا ذوقها راقي جدا. تعالوا نكمل الجولة ونشوف أحلى عبايات تشوفوها في حياتكم. السلام عليكم يا حباب قلب سما، سلام من السعودية لمصر، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة يا جماعة فيديو جديد من عباية مول في طريق العليا جنب برج المملكة، تمام. النهاردة يا جماعة احنا في عباية مول، تمام. يعني بصوا هنا في عبايات رهيبة طبعا، وستين محل عبايات في مول واحد، متخيلين 60 محل عبايات في مول واحد بس، تمام يا جماعة. في طريق العليا جنب برج المملكة عباية مول معروف طبعا جدا. هندخل بقى دلوقتي ونشوف الاسعار. قبل ما نبدأ حطوا اللايك وحطوا الاشتراك، تمام، وشاروا على قد ما تقدروا وشجعونا عشان ايه. وبشكر كل الناس اللي بتتابعني والناس اللي دخلت في قناة جديد سما اشرف، تمام يا جماعة. نشوف بقى ايه الدنيا هنا، ايه تعالوا كده مع بعضنا. بسم الله، زي ما انتم شايفين كده اول المول اهو. هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين المحلات كلها محلات عبايات، كلها محلات عبايات. هنا 60 محل للعبايات زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه الجمال ده ب 280 ريال من عبايه مول. شايفين الجمال، شايفين الخام عامله ازاي، شايفين الستايل ده تحفه قوي ما شاء الله تبارك الرحمن. العبايه رهيبه جدا. ٤٥٠ ريال بس، ٤٥٠ ريال وبس. في كده طبعا، لا في جمال كده، في بولتات بالشكل ده، بندانات وحاجات بولتات كده. شايفين الجمال يا جماعه، الخامه بتاعتها ممتازه ممتازه بجد. انا انبهرت بجد بجد، انبهرت من العبايات والماتيريا والخامه بتاعتها، تحفه جدا يا جماعه. الناس اللي بتدور على حاجات شياكه، الناس اللي بتدور على حاجات انيقه تنزل بيها القاهره، حاجات تتشرف بيها قدام الناس، طبعا عبايه مول وبس. بجد بجد الخامات تحفه يا جماعه، رهيبه جدا يعني بصراحه. شايفين الخامه، قربي كده يا سرعه الخامه. شايفين الجمال، ربع الخط ده. شايفين التضريس، شايفين العبايه عامله ازاي. الخامه تحفه يا جماعه، الخامه تحفه قوي 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 بجد بجد بجد. انا كمها انبهرت، انبهرت بالخامه، انبهرت بالجمال العبايه بصراحه. شايفين الجمال يا جماعه، العبايه تحفه قوي. خلاص يا صرف، شوفوا بقى الحاجات الجامده دي يا جماعه. الحاجات التحفه دي كانت ب 280 ريال، ولا رسمه الكم ولا الخامه، تحفه التحف يا جماعه. انا مش مصدقه ان في خامات كده في المملكه وفي جمال كده. هنا انا كنت اتكلم ابو ساره، بيقول لي يلا عشان ننزل نروح نتعشى. قلت له معلش يا ابو ساره سوري لسه ما خلصتش، مندهش من العبايات. قلت له تعالى يا ابو ساره اشتري لي عبايتين. قال لي بكام؟ قلت له ب 250 و450. طلع يجري ما شفتوش تاني. اعمل ايه يا جماعه؟ في يعني قولوا لي انتوا بالله عليكم، ينفع كده خساره فيا من 280 ل 450 العبايه؟ صراحه تستاهل يا جماعه، العبايه تحفه جدا. انا ما شفتش خامات كده. قلت له مع السلامه انت يا ابو ساره، عشان انا بقى مش فاضيه، عايزه اقيس الحاجات القمر دي، الماركات القمر دي، الخامات القمرين، الاشتراك والكم. الجمال ده يا جماعه ب 280. شايفين الكم عامل ازاي؟ ربي يسرها من الكم كده بس. شايفين الكم ب 280 الجمال ده.
بصوا يا جماعه العبايه دي ب 250 ريال من عبايه مول بعد الخصم، ب 250 ريال. الناس اللي بتحب العبايات الخليجي بالشكل النظام الحلو قوي ده، صراحه العبايه رهيبه يا جماعه، ب 250 ريال. دي مقاس 60 اللي انا لابساها، دي مقاس 60 من عبايه مول. بص الجمال، العبايات الخليجيه والعبايات تحفه، والخامه ما شاء الله، والماتيريال بتاعتها تحفه قوي. عبايه مول، حط اللايك. بصوا يا جماعه العبايه القمر دي ب 250 ريال. بصوا تعالوا بقى، انا هتكلم اقول بس شوف الجمال اهو اهو يا جماعه. العبايات اهي يا ساره كده، هات علي، هات هنا يا ساره كده، ارجع ارجعي ورا عشان العبايات تبان. شايفين الجمال يا جماعه اهو اللي انا لابسه منه ب 250 ريال. امشي كده اهو. بس بصوا يا جماعه الجمال ده ب 300 ريال. بصوا الجمال، الخامه تحفه، والماتيريال بتاعتها جامده جامده جامده. شايفين الشغل بتاع الكم يا جماعه عامل ازاي؟ شايفين الشغل، 300 ريال بس. انا كنت هقول 350 لكن هي ب 300 ريال. انا شايفين الجمال، هي بصراحه العبايه تستاهل اكتر من كده بالشكل، بالخامه، بالستايل ده. العبايه رهيبه جدا يا جماعه. شايفين الجمال، شايفين الخامه بتاعتها عامله ازاي، شايفين الخامه عامله استعدادها ازاي، شايفين الخامه، الخامه رهيبه ب 300 ريال بس من عبايه مول. شايفين الجمال، شايفين الشغل بتاع الكم. بس بصوا يا جماعه العبايه دي عامله ازاي ب 400 ريال في محل صاحبه السمو. العبايات الخليج يا جماعه، عبايه مول في عبايه مول 60 محل للعبايه، مش محل ولا اتنين. لو ما عجبكيش في محل 10 محلات، معاكي 50 محل كمان تاني. 60 محل يا جماعه في عبايه مول. زي ما شايفين كده الجمال اهو، شايفين شغل العباية، شايفين الكم اهو. ب 400 ريال يا جماعة الجمال ده، ب 400 ريال في عباية مول اهو. بصوا يا جماعة الجمال ده ب 300 ريال. شايفين الشغل بتاع العباية عامل ازاي من هنا اهو، 300 ريال. العباية الجامدة دي ب 300 ريال بس في محل صاحبة السمو للعبايات الخليجي. الناس اللي بتحب العبايات الخليجية، جمال، شياكة، مفيش بعد كده صراحة. عبايات يا جماعة، الخامات تحفة جدا. أنا بصوا أنا أول مرة أجي هنا وندمت إن أنا مجيتش من زمان بالجمال. العبايات دي بصراحة الخامة تحفة جدا. الناس اللي عايزة تجيب عبايات حلوة جدا، عبايات شياكة، عبايات بقيمة الجمال، طبعا تيجي على عباية مول يا جماعة. العبايات حلوة جدا. جبت لكم بقى الحاجه اللي الناس اللي بتحب الحاجه ما فيهاش شغل، اللي بتحبها السمرة سيمبل هاديه، هي ب 280 بس. تمام، الناس اللي بتحب السمر الهادي اللي شغله هادي جدا ورقيق ب 280 اهو. تمام، انا صورت لكم الحاجه اللي فيها الشغل، وصورت لكم الحاجه الهاديه. طبعا كل واحده وحسب الذوق بتاعها وحسب ما بتحب تلبس ايه بالظبط. وهذه عسل، شوفي. بصوا يا جماعه تعالوا شوفوا حاجات تانية حلوه اهي. شايفين الجمال يا جماعه، شايفين الشغل، شايفين الشغل ده 58. دي كام؟ 58 فلوس. نفس السعر 280 يا جماعه، نفس السعر. شايفين الجمال اهو، نفس الاخت اللي انا لابساها، بس دي ايه النكشه بتاعتها، تحس انها كحلي شويه اهي. هلبسها لكم برده واوريها لكم. بصوا يا سيدي، محل اضواء الفضيه يا جماعه عامل خصم متابعين صم 10 ب 280 اي عبايه اهي. دي بتتباع ب 300 350، هم عاملينها على 280. شايفين الجمال العبايه؟ العبايه تحفه خالص. شايفين الجمال؟ اضواء الفضه، المحل ده برده جميل جدا، عبايته حلوه قوي ب 280. العبايات هنا يا جماعه من 280 وطالع. تمام، شايفين الجمال؟ خامة تحفة خالص. 350 يا جماعة بدل 400 ريال، 350 بدل من 400 ريال. شايفين جميل العبايات، شايفين الشغل اللي عليكم. انا مش عارفة يا جماعة انكر عليا، مش عايز اروح من هنا، عايز اصوركم كل محل هنا في عباية مول. بصوا الجمال، 350 يا جماعه بدل من 400 ريال.
حاجة منتهى الجمال والله. بص الجمال، الشغل اللي هو شايفين الشغل العباية عامل ازاي؟ والله يا اختي لا ما عليك، بضبطك ان شاء الله في حقات ثانية بضبطك. شايفين الجمال؟ عباية مول يا جماعة 350 ريال، خامة وشكل وستايل رهيب. بص الجمال العباية عاملة ازاي؟ بصوا الخامة، شوفوا الماتيريال بتاع العباية. بس دخلت محل خامس او رابع مش فاكره، فكروني انتوا بقى. بجد العبايات يا جماعه انا مش عايزه امشي، لو اقول لكم مبصره عامل ايه فيها بره، بس عايز من كتر حلاوه العبايات مش عايزه امشي طبعا. بجد تعالوا نشوف بقى ايه الجمال اللي هنا برضو. ده بيقول عن ايه؟ شايفين الجمال ده؟ شايفين الحلاوه دي؟ دي عبايه دي يا جماعه، دي بالله عليكم دي عبايه ولا دي تحفه فنيه؟ مش عبايه، ده دي مش عبايه، دي تحفه فنيه. شايفين الجمال؟ تعالوا نشوف الحلو قوي ده. الجمال ده يا جماعه ب 300 ريال من محل سلطانه. شايفين الجمال ده؟ ما شاء الله العبايات كلها جامده وحلوه خالص، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. انا انبهرت بالخامات والعبايات بصراحه. عبايه مول ده مكان ما فيش منه اتنين خالص، من حلاوه العبايات وجمال العبايات وشيكه العبايات. بصوا الخامه يا جماعه والشكل، شايفين الجمال؟ العبايه تحفه بجد بجد، العبايه جامده. شايفين يا جماعه الجمال ده؟ 350 في محل سلطان العبايات في عبايه مول. بصوا الجمال، شايفين العبايه؟ شغل العبايه عامل ازاي؟ شايفين شغل العبايه؟ 350 حاجه منتهى الجمال منتهى الشياكه. سرع العبايه كلها تيجي، لو سمحت ما تجيش منها حته، كلها العبايه كلها تيجي تمام، كلها تمام، صورها كلها عشان بس تشوف العبايه، شوف جمال العبايه عامل ازاي. 350 يا جماعه، ايه رايكم؟ انا واحده عجبتكم اكتر؟ الناس اللي بتحب العبايات الخليجي مفيش، ما تدوريش بعد عبايه مول، مفيش بعد كده. بصوا يا جماعه الجمال ده اهي، نفس اللي على المانيكان بالظبط اهي. شايفين الجمال العبايات عامله ازاي؟ بص الشغل بتاع الكم عامل ازاي؟ صراحه خامه وشكل وتطريز رهيب جدا. دي عامله كام؟ 250. 250 يا جماعه، لا دي اقل عبايه صراحه صورتها واشيك عبايه. 250، بصوا الجمال 250 ريال اهي يا جماعه. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ الناس اللي بتحب الالوان الهاديه دي، الناس اللي بتحب الالوان، انا صورت لكم حاجاتي بقى شغل، وصورت لكم الحاجه الهاديه السيمبل زي ما انتم عايزين بقى، والعبايات قدام. رايكم اهم حاجه، تكتبوا لي العبايه عجبتكم ولا ما عجبتكوش. انا مش هادي لازم من الصبح قاعده البس ولا، وما تحطوليش لايك وتشتركوا في القناه. ايوه كده بس. بصوا يا جماعه انا دخلت محل ساتت او سابع مش فاكره. بصوا انا مش هروح النهارده، انا هبصرها ويعملها فيها بس مش مشكله، اتمتع والبس وبراحته. بصوا المحل بتاع حضرتك اسمه ايه؟ خطوط الازياء. خطوط الازياء، بصوا يا جماعه العبايات عامله ازاي؟ الخطوط الراقية ولا خطوط الازياء؟ صاحبة المحل نسيت اسم المحل من حلاوة العبايات، الخطوط الراقية قالت الخطوط المحل اسمه الخطوط الراقية يا جماعة. بصوا الجمال، اصلا صراحة العبايات تهبل، فهي صعبة. انا عذراها من حلاوة العبايات الجامدة دي، عذراها انها تنسى اسم المحل. لا مش مشكلة، ما فيش مشكلة. بصوا يا جماعة انا والله انت عايزة، تعالى يا جماعة يلا نقيس دي ونشوف الاسعار ونشوف ايه الدنيا هنا. بصوا يا جماعه الجمال ده ب 180 ريال برضو، لو متابعين سام 10 في محل الخطوط الراقيه. الخطوط والخصم ليا انا، بص لو متابعين سام 10 متابعين اهو للخطوط الراقيه، تقولوا لهم فين العبايات اللي كانت بتقيسها على 180 سام 10، هتقول لكم اهي. استاند يا جماعه كبيره جدا على 180 تمام، والموظفه سهى. والموظفه سهى، شفتوا سهى حبيبه قلبي؟ عشان عين السما، عشان عين السما هتظبطكم ب 180 تمام. تعالوا بقى الحالة عارف. بصوا الجمال يا جماعه العبايه عامله ازاي؟ العبايه تحفه جدا ما شاء الله، الخامه حلوه والعبايه ستايلها تحفه جدا. الناس اللي بتحب العبايات الخليجي، هي صراحه العبايات يا جماعه انا انبهرت، وعندهم بزيجات وعندهم طرح وعندهم حاجات حلوه جدا، تطقمي طقم زي ما انت عايزه تمام. يلا يلا البزج يا جماعه على 50 ريال. شايفين خامه البزجات عامله ازاي؟ اي بزج على 50، الخامه صراحه تجنن. وبصوا الطول، الطول موجود ها، اللي كنا بنروح ادينا مش بنلاقي الطول ده عشان تبقوا عارفين، كنا بنروح مش بنلاقي الطول ده خالص، في منه مقاسات اهو. شوف الخامات دلوقتي يا جماعه، دلوقتي خلصنا مع بعضنا جولتنا من عبايه مول. طبعا يا ريت بقى تشجعوني باللايك والاشتراك،
وعايزين ايه عشان وتشير على قد ما تقدروا. اهم حاجه الشير واهم حاجه اللايك عشان هو اللايك اللي بيرفع الفيديو. تمام، واقول لكم استنوا فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.